رأيي في الخطاب بتاع السيد الرئيس معالي منصور ان الخطاب كويس وان قراراته دي مهمه جدا لان البلد محتاجه رئيس طبعا، وخلاص هو الشعب اختار رئيسه، فاحنا عايزين نركن نبص المرحله اللي بعد كده. والنهارده الخطاب كان رغم حزننا على الضحايا بتاعتنا امبارح والضحايا النهارده لكل الشعب، لكن الخطاب كان في حجمه مثمر جدا، وطالب الرئيس عادل منصور بالانتخابات فعلا الرئاسيه الاولى اللي البلد محتاجاها. اولا احنا الخطبه النهارده اللي خطبها السيد الرئيس عادل منصور بخصوص موضوع تعديل خريطه الطريق على اساس ان الانتخابات الرئاسيه اولا قبل البرلمانيه، انا بايد ذلك، لان طبعا اولا مفروض ان احنا يعني هنرى الشخصيه اللي هتحمل مصر وهتطلع مصر من الكبوة اللي موجودة يعني ان احنا فيها دلوقتي. اتمنى يعني خطاب سيادة الرئيس عادل منصور هو خطاب كويس في مضمون، انما احنا كنا بنتمنى يعني ايه كان نشوف حاجات اكتر من كده. احنا كنا بنتمنى طبعا انتخابات الرئاسة تكون اولا عشان خاطر ان احنا كلنا شعب الاقصر جامع على اساس ان سيادة الفريق السيسي ان هو يكون رئيس الجمهورية، دي أول حاجة. تاني حاجة إن إحنا عايزين دلوقتي لغاية دلوقتي ما شفناش إيه الخطوات الإيجابية نحو اللي بيحصل في سيناء واللي بيحصل في القاهرة والتفجيرات والكلام ده، ورغم إن الحكومة عارفة إن التفجيرات دي كلها جاية من قطاع غزة، ليه ما نعملش عملية عسكرية مع غزة؟ إيه المانع؟ الانتخابات الرئاسية كانت لازم تبقى في الأول، مصر لازم ترجع تستقر زي ما كانت الأول، لازم هنكمل أهداف الثورة، بس هنكمل اهداف الثوره بتمسكنا وترابطنا زي ما كنا ايد واحده، يرجع مصريين كلهم ايد واحده ثاني زي ما كانوا، مش عايزين نبقى لا ده فصيل وده فصيل وكل واحد ليه طلبات معينه. مصر اهم من اي حاجه، مصر فوق كل الناس.